متن قواعد الأمر. القواعد الأربع قبل البدء بالدراسة لابد من حموض. الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ سبحان الله، طبعا صح، لأن هذا المتن متن التوحيد صح. والشرك، لماذا ندرس الشرك حتى لا نقع فيه؟ إلى هذا الأمر معلوم، لماذا ندرس التوحيد؟ القواعد الأربع. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن القواعد الأربع؟ لماذا درسنا الصورة الثلاثة ثم ندرس الآن القواعد الأربع؟ لماذا؟ نصيحة العلماء، ليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلب العلم، لا بد أن نسير على النهج والخط الذي خط لنا العلماء حتى نصل إليه. فنصح العلماء أول ما ندرس التوحيد، وأول ما ندرس التوحيد متن الصورة الثلاثة ثم القواعد الأربع. هذا نصيحة العلماء. طيب، ما السبب في تأليف هذه؟ خلنا نسلم تأليف الأصول الثلاثة الله أعلم حتى نجيب عن سبب قبل. ما السبب؟ السبب الله أعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه القواعد الأربع حتى نستطيع بها أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه، والإشكال والشبه، الشبه الطاقة. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى كيف نرد على الشبه بإذن الله في كتاب التوحيد. إذن سبب تعليم هذه الرسالة المباركة حتى نستطيع أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمان. الفرص، اتفقنا من قديم أن الإنسان أول ما يقرأ في الكتاب مقدمة فرص، فنريد أن نفهرس هذه القواعد الأربع. أو الله أعلم، إذا أردت أن تفهرس وتقسم هذه القواعد تقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة، وفي هذه المقدمة عنوان السعادة. القسم الثاني، لماذا ندرس التوحيد؟ وذكرنا هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز، وجل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتكلم عن هذه المسألة، تكلم عن هذه المسألة في أصول الثلاثة، هنا في القواعد، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات، في جل مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه المسألة، لماذا ندرس التوحيد؟ لأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة تعليم الناس التوحيد. وقول التوحيد عرفنا، ولا داعي أن نعلم الناس التوحيد. أو لا يعلم التوحيد إلا من له شروط كذا وكذا وكذا، قد لا يتوفى في العلم. أعلم هذا القسم الثاني المقدمة وفي عنوان السعادة، لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الثالث القواعد الأربع ولله الحمد. هذه فرصة القواعد الأربع، كم قسم؟ القسم الأول المقدمة، مقدمة وفي عنوان السعادة، الثاني لماذا نص التوحيد، وهذا كثير، والقسم الثالث هي القواعد الأربع، قواعد الأربع باختصار، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، من يحفظ القواعد الأربع؟ متن صغير بسيط جدا، وتظل من المغرب العشاء تحفظ، ولا شيء. واحد، من يحفظ القواعد الأربع؟ ما يصح هذا، والله ما يصح. أنا لو قالوا تذهب لعوام ولا تذهب لكذا ما يشفع. طلاب العلم ما يحفظوا متون، أصل المتون هذه أصول ثلاثة قواعد أربع كتاب التوحيد وأصل طويلة في اللغة المرأة، هذه لابد تحفظ، كل طالب لابد يحفظ هذه المتون. ما يحفظ بحد ذاتها، طالب العلم تحفظ. ماذا يمنع من هذا؟ كل يوم ولا شيء. لماذا جعلنا نحفظ؟ لماذا الشناقة يحفظ؟ طيب لماذا؟ لماذا الشناقة يحفظ؟ في فرق بينهم وبين؟ لا، لكن هو اللي تحفظ أحفظ من ثلاثة من تحفظ. الأم في شقيق هناك في القديم، يعني الآن بعضهم تعرف لا يحفظ هناك، لا الأم هناك في بعض المناطق تسكت الولد كيف؟ بالضبط. هذه الأم هناك في بعض المناطق، في شقيق كلامنا لفظ مفيد كاستقل، ينشأ الولد وينشأ ناشد في ثاني فينا على ما كان عودها أبوه، فلا تخرج
حامض صح الإسلام حامض في حامض يحفظ قرآن الحفظ في أول أمر كل شهر ثم إذا اعتاد الإنسان عليه يسلم كل سهل جدا قلنا لكم قال ما قلت من حتى يحط أعداد وتحفظ تكون إمام عندما تعلم وتتدبر ثم بعدها تستعين بالله عنك طلب من تلقي كلمة من هذا الذي تحفظ ثم إلى طلاب العلم من يحفظ من يحفظ إن شاء الله هذا ما يصح ما نستعين من شيء منحل مثلا قواعد الله نعم قال ما يصنع لأعدائي إن جنتي في صدري إن كان في السوق في العلم علمك الذي تراه في الضغط هذا علمك ما غير لا ثم عندك وسائل اليوم والله توفرت لنا وسائل لم تتوفر للإمام أحمد صح نعم نعم اعلم ارشدك الله في طاعته من قال هذا الكلام؟ اعلم رحمك الله ان من قال هذا الكلام اعلم ارشدك الله في طاعته؟ محمد بن عبد الوهاب قل بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله استفتح اولا شوف افتح الله عليك اذا انت تتلاعب هذا الكلام انت استفتح نعم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسم الله والحمد لله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية حنيفية لا هذه الثانية نعم اجلس بعد عشاء تسمع عليه طيب تحفظ المقدمه تحفظها ولكن لازم تكرار المقدمه تعرف المقدمه بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك وأن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا عطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة نوعان سعادة. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. هذا العلم هذا العلم لابد تحفظ أولا حفظ دور الآن تحفظ ثم تدرس بدون حفظ لا يصلح الذي يحفر في البحر هذا اللي يتعلم بدون يحفظ مثل الذي يحفر في البحر مجنون مجنون نعم طيب دعا في الاصول الثلاثه ثلاث مواضع هنا في القواعد الاربع في موضع ان يتولاك في الدنيا والاخره لماذا يتولاك في الدنيا والاخره الله هو يتولى الصالحين إذا تولاك الله فأنت صالح ثم ما أحد يستطيع أن يضرك بشيء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من هم أولياء الله؟ من هم؟ من يعرف؟ يعني؟ من يعرف من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى والدليل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ يعني من هم؟ شرح الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون أي جمعوا بين الإيمان والتقوى ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ينام بين القبور ويشرب الخمور ويزني ويسرق ويأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات والمعاصي هذا ولي والله لا شك في ولايته لكن من أولياء الشيطان صحيح إيه نعم طيب ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سمى الفرقان بين من؟
لا بد أن تفرق بين أولياء الرحمن وبين الشيطان. تولاه في الدنيا والآخرة، اجعلك مباركا أينما كنت، اجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هذه المقدمة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أي من يعرف؟ أي ورم الصيد. لو جاءنا طالب وقال هذه المقدمة سرقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ابن القيم، ايش تقول؟ هذه المقدمة هي مقدمة ابن القيم. لو قال قائل، أنت تعرف أن بعض الطلاب هنا الله إياه يعني ما يصدق مثل ما يجب شيء، فماذا تصنع؟ نقول هذا كيف هو أن تتكلم مع العلماء؟ الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ كلنا نعرفها، لماذا ما جاء واحد من العلماء وتكلم بهذا وأنت تتكلم بهذا؟ ثم لو تنظر الآن في علم الشيخ محمد بن عبد الله، ما مشايخه في الحقيقة؟ شيخ ابن القيم وشيخ الإسلام، صحيح؟ صح أم لا؟ نعم، هو آخر منهم، هو مشايخ ولا أشكر. أنا أتكلم بهذا الكلام، وهذا العلماء كل واحد منهم يأخذ آخر علم تقدم، ولا هذا سوى السلف، ولا أشكر في هذا. أنت لو تنظر الآن، الآن لماذا تدرس؟ أشهر ثلاثة قاعدة أربعة كتاب التوحيد وسطية. لو سألك سائل وقال ماذا تعتقد؟ قال أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لإنقاذ الدين كله وكفى بلا شيء. تسرد العقيدة الواسطية كاملة، صحيح؟ هل هذا افتراء على شيخ الإسلام أو الشرق أو كذا؟ لا. لو تنظر الآن في عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب تجدها هي الواسطية تقريبا، لا إشكال في هذا، لأنه شيخ أصلا. ثم هذا معتقد أهل السنة والجماعة، جماعة شيخ الإسلام ولله الحمد، ونحن نأخذها منه ولا إشكال في هذا. طيب، إذا أتولى في الدنيا الآخرة ونجعلك مباركا حينما كنت. ثم ذكر أمور ثلاثة، هذه الثلاثة هي عنوان السنة. إذا أعطي شكر، أولا لابد أن تعلم هل النعمة ابتلاء أم لا؟ مع الدليل، من يعلم؟ هل النعمة ابتلاء نعم أم لا؟ مع الدليل، نعم لا؟ نعم ابتلاء، ما الدليل؟ ولبلوكم بالشر والخير فتنة، فلم فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه. إذا ابتلاه ربه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا النعمة ابتلاء، فتح الله عليك. النعمة، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء، تحتاج إلى شكر، وكل نعمة بحسبها. شكر النعمة كيف يكون؟ كل نعمة بحسبها. نعمة ما ينفق في طاعته، العلم كذلك، البصر لا تنظر إلا في ما أحله. لكن النعمة تحتاج إلى أمر، إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. مرة أخرى، النعمة ابتلاء تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر بالقلب واللسان والجوارح. يمشي هذا الآن الأخ في الطريق وراء القصور والعمائر السيارات متاع الدنيا وكذا، يقول يا سلام لو يتعرف علي الرئيس أو التاجر أو الملياردير أو الوزير أو كذا، ويقول خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت، أو يعطيني شيك مفتوح أو شيك بمئة مليون، صح؟ في الغالب الناس يفكروا على هذا ولا لا؟ صحيح؟ نعم، يفكر في هذا.
الجنة تطلب منا. من من نطلب الجنة؟ من من؟ من الله. لماذا؟ إن الله هو الذي يملك الجنة، ولا يقدر أحد على الجنة إلا الله. طيب الرزق تطلب منا؟ لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا هذا التعلق بالمخلوقين نوع من الشرك، والتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا هذا الذي يتخيل بعض الناس يقول وتعرض عليه وكذا، هذا ماسك تعلق بغير الله. وهذا تسمع في الأخبار اليوم، أخبار سوريا أحيانا يأتي بالخطر عليه. أين حكام العرب؟ استلمناهم، طلب من الله يعرف، صح؟ بعض الناس قال خذلونا فلان وخذلنا كذا، ماذا صنع لنا العلماء؟ فعل الطلاب حتى يقول ماذا صنع لنا العلماء؟ ضيعونا. اعوذ بالله. انت متعلق بمن؟ بالمخلوق؟ فضيع لابد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له. هذا التوحيد يا اخي. أما أنك تفكر في هذا الدانية أو في الوزير أو في الغني أو في العالم أو في كذا أو في كذا، لا، ما يمكن تعلق بغير الله. إذا قبل أن تأتي النعمة ما تتعلق إلا بالله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. مفهوم؟ وهذا تطور التفكير. طيب عندما تخرج ترى متاع الدنيا وكذا، ماذا تسمع؟ تقول لبيك، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. مفهوم؟ نعم، يعني ما تريد الدنيا، تريد الآخرة. نعم، هذا قبل أن تأتي النعمة. إذا قبل أن تأتي النعمة لا بد من تعلق بالله لا غيره، لا وزراء لا حكام لا كذا كذا. أو قال جاءت النعمة، ماذا تصنع؟ شكر. بماذا تشكر النعمة؟ بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. باللسان أما بنعمة ربك فحدث، هذا من فضل ربي يبدو أن أشكر ما أكفر. بالجوارح تثبت هذه الجوارح بشكر المنعم لا بكفر المنعم بفضل. ودعوني يعني عشان تسمح لكم بالله أن تتركوني أذكر لكم قصة ذكرها ابن جوزي رحمه الله عنه. العلماء علماء السنة يذكرون قصص يعني من باب الاستئناس ويذكرونها نادرة. مفهوم؟ طيب، جاء الكلب للأسد. ابن الجوزي رحمه الله عنه يقول جاء الكلب للأسد وقال يا ملك السباع، أمير الغابة، ملك الغابة هذا أسد، وقال يا ملك السباع إن اسمي هذا خسيس عقيم لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كلب. فأبى عليه الأسد وقال لا، إن من طبعك الخسة كلب خسيس، إن من طبعك الخسة، والخسيس لا يصلح له إلا كلب. فأبى الكلب، قال لا تغير اسمي، قال لا. المهم يعني حصل بينهم إلحاح من الكلب وأبى الأسد عليه. فعندما رأى الأسد الإلحاح من الكلب قال اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم واحفظها ليلة السبت، يعني اختبار. إن حفظت هذه القطعة من اللحم إلى السبع طيرت من كلب إلى كلب. فرع الكلب وأخذ قطعة من اللحم وطار. ذهب للمكان الذي هو إليه وجلس يفكر طيلة الليل. كلب، أسد، جوع، لحم، آكل، لا آكل، آكل، لا آكل، حتى قرب الفجر واشتد الجوع والبرد. فقال الكلب بعد تفكير قوي يعني وكلام، قال الكلب والله إن اسم الكلب اسم حسن، وأكل لحمه. الشاهد من هذه القصة الذي لا يصبر عن المحرمات هذا راضي بالخسة، والذي يصبر عن المحرمات هذا راضي بالعزة. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
إذا خرجت من هنا إلى تنظر أو لا تنظر؟ أشوف نفسك كلب أو أسد. طيب كيف تعصي الله؟ بنعم الله، بمرأة من الله، مفروض؟ نعم. إذا النعم تحتاج إلى تعلم قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر قليل. تعتقد، لأن بعض الناس يلبس عليه الشيطان، قل نعم، حاضر، أنت إمام، كذا، ما شاء الله، حلت اختبار ونجحت في المركز الأول وكذا، بماذا؟ قال هذا بجدي واجتهادي، وأنا محقوق به، وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما وجدت هذا المال كابر عن كابر، وعرف جبيني وكذي، أعوذ بالله، هذا كفر النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم جاهلون. من أين لك هذا؟ واحد ايش يقول؟ هذا من فضل ربي بدون أشكره. كيف نجحت في اختبار؟ قال من فضل الله. كيف؟ قال الحمد لله. ذن لسانك بشكر المنعم المتفضل. قلب لسان جوارح. إذا أعطي الشكر، شكر النعمة الآن، درست الأصول الثلاثة. كيف تشكرها؟ تعمل، تدعو، تعلم، ترجع الناس تعلمهم صوت ثلاثة. نعم. وإذا ابتلي صبر. الناس عند المصيبة انقسموا إلى أربعة أقسام: متسخط وصابر وراضي وشاكر. تسخط، تسخط كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يصل أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر. كيف يتسخط؟ يتسخط بقلبه وبلسان وبجوارح. بالقلب يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ان البعض لا يتجاسر ان يقول هذا بلسان، لكن النفس التي بين الجبين تشهد عليه من ظنه بربه ظن السوء. يقول ظلمني ربي ومن علم استحق، ولماذا فلان لديه زوجي واولاد وعنده اموال وانا ليس عندي شيء، وانا احق بالمال منه. تسخر، احترام على طرف قدر. قلب لسان أف يلهوي يصيح، تسخط بالجوارح، شق الجيوب، نكس الشعور اللطم، تكسير، أو يعني بالسيارة تتعب ملازمة، صح؟ تسخط ونفسه. الثاني من الناس صابر. الصبر واجب بإجماع الأمة، والصبر مثل السم مر مذاقته، لكن عواقبه أعلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرا غير حساب، يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أعلى من الصبر الشكر، وأعلى من الشكر الرضا. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. المهم لابد أن نعرف الآن أن الناس عند المصيبة انقسموا لأربعة أقسام: متسخط كبير، وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، قلب ولسان وجوارح. صبر واجب إجماع الأمة. رضا رضا مستحب. شكر أعلى المراتب، أحب أحب. أن يجعلك ممن إذا أعطي الشكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ليس الإشكال بأن يذنب، كل بني آدم خطاء، لكن الإشكال أن يذنب ولا يستغفر. فإذا وجدت الإنسان أذى تذكره في الأوتار تتركه. الإشكال بمن؟ يذنب ويصر على الذنب لكل واحد منا يخطئ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل، ثم بعد هذا يكون الاختبار إن شاء الله تعالى.